يا دكتور. ممكن تسجلوا اللي هنقول. طيب انا ليه طلبت منكم اننا نتقابل النهارده؟ الحقيقه القصه دي انا بعملها مع كل دفعه في الكورس بتاع بيلدينج 3. الهدف منها ان انا ابقى عايز اقول لكم الارشادات العامه بالنسبه للامتحان الفاينل. طبعا الامتحان الفاينل انتوا عارفين طبقا للائحه عليه 40 درجه، يعني 40% من الدرجه الكليه بتاعه الماده، ودي اوريدي درجه كبيره. فبالتالي ببقى عايز اتفادى انكم يعني لما تدخلوا الامتحان تبتدوا تستوعبوا شكل الامتحان ايه، توزيع الاسئله ايه، توزيع الدرجات عامل ازاي. القصه دي بتضيع لها مثلا بتاع ربع ساعه كده من وقت الامتحان، والحقيقه انتوا طبعا عارفين مده الامتحان كلها 3 ساعات، بتنقسم بالتساوي على سؤالين. السؤال الاولاني للدكتور احمد الخطيب عليه 20 درجة، والسؤال الثاني اللي هو سؤال التشطيبات اللي خاص بيا وعليه برضه 20 درجة. فبالتالي ببقى عايز أديكوا إرشادات عامة بحيث تعرفوا الفكرة العامة بتاع شكل الامتحان إيه، بحيث لما تدخلوا ما تضيعوش الربع ساعة اللي بتستوعبوا فيها لسه شكل الامتحان وتوزيع الدرجات عامل إزاي. تمام؟ زائد في بعض النصايح اللي هديها لكم بخصوص الجزء اللي خاص بيا في التشطيبات، اللي هيساعدكم طبعا انكم تجمعوا اكبر قدر ممكن من الدرجات، لان انتوا عارفين ان الامتحان سباق تجميع درجات. ف هبتدي الاول. ان الامتحان طبعا زي ما انتوا عارفين مدته 3 ساعات عليه 40 درجه، ومكون من سؤالين. السؤال الاول اللي خاص بالدكتور احمد الخطيب هيتخصص له نص الوقت اللي هو ساعه ونص، وعليه 20 درجة، نص درجة الامتحان. والسؤال الثاني هيتخصص له برضو الساعة ونص الثانية، وعليه 20 درجة اللي هي نص درجة الامتحان. أنا هتكلم بالتحديد على سؤالي، لكن خليني سريعا يعني بناء على يعني تنسيق مع الدكتور أحمد الخطيب بالنسبة للسؤال بتاعه. السؤال بتاعه اللي هو عليه 20 درجة اللي هو السؤال الأول هيبقى مقسوم لجزئيتين. الجزئية الأولانية جزئية نظري، سؤال نظري، ودي الأول مرة تيجي في الامتحانات بتاعت الدكتور أحمد، وهو عاملها عشان تجمعوا منها درجات. يعني اعتبروه الجزئية دي بتاعت السؤال الأول هدية من الدكتور أحمد، إنه منزل لكم جزئية أسئلة نظري عليها 8 درجات من ال 20 درجة بتوع السؤال بتاعه. تمام؟ ال 12 درجة التانيين على رسمة بقى عملي طبعا خاصة بالمحاضرات اللي اداها لكم الدكتور أحمد. تمام؟ فيبقى كده السؤال بتاع الدكتور أحمد اللي هو ال 20 درجة مقسوم ل 8 درجات أسئلة نظرية و 12 درجة سؤال عملي. عملي يعني رسم، سؤال رسم. وطبعا في النهاية السؤال طبعا مرتبط بالكورس اللي اداه لكم الدكتور أحمد في الجزء بتاع بيلدينج 3. تمام؟ فده الجزء الخاص بالسؤال بتاع الدكتوراه. بالنسبة دكتور ينفع دي واحدة؟ اتفضل يا عبد الرحمن. هو الجزء الرسم بتاع دكتور أحمد هيبقى زي المشروع اللي احنا خدناه ولا هيبقى حاجة بسيطة صغيرة؟ يعني معقولة في الوقت ده هيديك مشروع كامل تعمله يا عبد الرحمن؟ يعني أما الرسم ده هيبقى عبارة عن إيه طيب؟ عبارة عن ايه يعني؟ انت عايز بقى المودل انسر بقى يا عبد الرحمن؟ يعني اجيب انزلك المودل انسر. لا والله بس عشان نبقى فاهمين برضو عارفين بصوا يا احنا ممكن جماعة، بصوا يعني احنا بنراعي الوقت كويس قوي، وما ينفعش ان انا اجيب لكم حاجة خارج نطاق الوقت بتاع الامتحان. فبالتالي مش منطقي انه ينزل لكم مشروع كامل عشان تعملوه في جزئية السؤال التاني بتاع الدكتور احمد. لا، مش هيبقى مشروع كامل، هتبقى جزئية ترسموها بس ليها علاقه بالمعلومات اللي انتوا اخذتوها سواء في المحاضرات مع الدكتور احمد او من خلال مشاريعكم اللي انتوا عملتوها معاه. لكن مشروع كامل هينزل لكم؟ لا طبعا يا عبد الرحمن، كلام مش منطقي يعني. فاهم؟ تمام يا دكتور. مش هترتاح انت يا عبد الرحمن غير لما تاخد مود الانسر، انا عارف. والله ماشي يا دكتور. واحدة يا دكتور والله اللي عايز المود الانسر.
ثواني يا جماعة بحاول أحط السماعة. في حد عايز يسأل تاني؟ أنتوا سامعيني ولا مش سامعيني؟ سامعين حضرتك يا دكتور. طيب خلاص، بالنسبة لجزئية السؤال بتاع الدكتور أحمد عشان بس نبقى خلصناها، ده يعتبر السؤال الأول. خلاص، عندكم جزء نظري عليه 8 درجات وفي جزء رسم عليه 12 درجة، بإجمالي 20 درجة اللي هو السؤال الأول بتاع الدكتور أحمد، وبالتالي تخصصوا له نص الوقت اللي هو ساعة ونص من الامتحان. عديتوا الساعة ونص يا جماعة يبقى لازم تدخلوا على السؤال التاني، لإما هيضيع منكم. ها، فتعرفوا إزاي تنظموا وقتكم وتجمعوا أكبر قدر ممكن من الدرجات. نيجي بالنسبة للسؤال الخاص بي اللي هو جزء التشطيبات، ده ما فيهوش نظر يا جماعة، يعني أنا دلوقتي عافيتكم من المذاكرة النظر كويس، ده هيبقى عبارة عن تفصيلتين، يبقى كل تفصيل عليها كام؟ قول لي بقى حسين كل تفصيل عليها كام؟ حسين طارق يكون 10 و10 يعني؟ بالظبط كده، كل تفصيلة عليها 10. وقت كل تفصيلة قد ايه بقى المخصص للتفصيلة؟ ساعة الا ربع. ساعة الا ربع، لان السؤال بتاعي على ساعة ونص. معنى ان انا اجيب لكم تفصيلة تقعدوا فيها 45 دقيقة كاملة، يبقى التفصيلة دي لازم تبقى تفصيلة مركبة، ما هيش تفصيلة سهلة. يعني محدش يتوقع مثلا اروح اجيب له ارسم لي ارضية بلاط زي ما بيتعمل معاكم مثلا في بيلدينج 2، لا، توقعوا تفصيلة مركبة زي اللي انتوا عملتوها في الكويز. تمام، يبقى فيها اكتر من عنصر موجود بيتجمعوا مع بعض، ففيها حتة صغيرة جدا تفكير بربع جنيه في حتة الكونكشن هتعملوها ازاي، لكن المكونات بتاعت التفصيلة كلها انتوا عارفينها. تمام، فبالتالي كل تفصيلة هتبقى ممكن تبقى عبارة عن دمج أكتر من تفصيلة من اللي انتوا خدتوها، لأن أنا مخصص لها وقت ساعة إلا ربع، وساعة إلا ربع دي مدة كبيرة. فعشان كده بنصحكم إيه؟ لما تقروا التفصيلة أولاً يا جماعة، أنا منزل لكم التفصيلتين إنجليزي باللغة الإنجليزي لأن ده الفورمات بتاع الامتحان لازم أنزله بيه، ومنزل لكم التفصيلتين عربي، يعني تحتيها هتلاقوا ترجمة بالعربي للتفصيلتين دول عشان اللي منكم عنده مشكلة في الإنجليزي يقراها بالعربي، واللي ما عندوش مشكلة في الإنجليزي يقرأ برضو التفصيلة بالعربي عشان ما يبقاش في أي مجال إنه يفهم حاجة غلط من اللي أنا طالبها في التفصيلة. تمام، فأنا كده ريحتكم، عندكم التفصيلتين نازلين إنجليزي، وتحتيها على طول هتلاقوا نفس السؤال مترجم بالعربي. اقروا التفصيلة بالإنجليزي وبالعربي، حتى لو حضرتك كويس في الإنجليزي اقراها إنجليزي وعربي. خلاص، لما تقراها انجليزي وعربي وتفهم ايه اللي مطلوب فيها هتعملوا ايه بقى ساعتها؟ في ناس منكم هتروح ماسكه مسطره مثلث وشغاله على طول، لا، انا انصحكم بحاجه، اعملوا سكتش سريع، سكتش سريع عشان تفهموا فيه تركيبه التفصيله دي ايه، يعني ايه اللي انا طالبه في تركيب التفصيله، انا عايز ايه مع ايه مع ايه. يعني خلينا نرجع للكويز اللي انتوا عملتوه اللي كان مطلوب منكم. الكويز كان مطلوب فيه ايه؟ كان مطلوب فيه ارضيه، طبعا مش فاكر بقى نوعها ايه دلوقتي، ارضيه عاديه مع ارضيه ريزد فلور، ها الكونكشن بتاعتهم، ومعاهم بارتيشن. تمام، يعني في بارتيشن فاصل ما بين الارضيتين دول، صح؟ ممكن حضرتك ترسم سكتش خارجي تتصور فيه التفصيله دي تركيبتها عامله ازاي قبل ما تيجي ترسم. ليه بقى؟ عشان لما حضرتك تيجي ترسم ما تجيش زي ما ناس منكم عملوا، انا دلوقتي عندي الارضيه الريزد فلور، الارضيه الريزد فلور ايه اهم شروطها يا جماعه اللي احنا اتفقنا عليها؟ اللي هي تبقى 60 في 60، انها تبقى ايه الارضيه المرتفعه 60 في 60. لا ماشي، 60 في 60 ده مقاسها، بس كان في نقطه مهمه جدا اتفقنا عليها يا عبد الرحمن، ان هي ممكن تشيلها، ممكن تشيلها وتركبها تاني. الله ينور عليك، ان اي بلاطه 60 في 60 موجوده في الارضيه بتاعتي اقدر ارفعها في اي وقت عشان اعمل مينتيننس، صيانه او تعديلات للالكتروميكانيكال اكستنشنز الموجوده تحتيها، تمديدات الالكتروميكانيكال الموجوده تحتيها، صح ولا لا؟ مظبوط. طيب يبقى لما اجي اقول الكلام ده
وعندي بارتيشن فاصل ما بين الاوضتين، احط البارتيشن يبقى قافل فوق البلاطه بتاعتي؟ لا طبعا. ما هو لا طبعا اللي انت بتقولها دي يا عبد الرحمن في زمايلك عملوها، اذا كنت انت ما عملتهاش في زمايلك عملوها، انهم راحوا مركبين البارتيشن بحيث انه يقفل فوق البلاطه. طب انت قفلت البارتيشن ثبته فوق البلاطه، يبقى البلاطه دي هرفعها ازاي عشان اعمل صيانه؟ مش هعرف ارفعها. هو ده بقى انا بتكلم عليه، هي دي حته التفكير اللي انتم محتاجين انكم تدرسوها قبل ما كل واحد منكم يروح ماسك مسطره مثلث. بصوا يا جماعه، احنا بنتعامل مع معماريين مش رسامين، في فرق كبير ما بين الموضوع. رسام ده راجل شغال كوبي بيست، تديله رسمه يعملها وهو مش فاهم هو بيرسم ايه، هيرسمها كويس قوي وفيري نيت، لكن هو مش فاهم هو بيرسم ايه. المعماري مختلف عنه تمام، المعماري فاهم هو بيرسم ايه وبيفكر فيه وبيدرس العلاقات طبقا للمعطيات بتاعه التفصيله نفسها. وعشان التفصيله تنجح انها تشتغل، عندي ارضيه مطلوب فيها ان البلاطات 60 في 60 بتاعتي اقدر ارفعها في اي وقت، يبقى ما ينفعش البارتيشن اللي هيجي يفصل ما بين الاوضه دي واللي جنبيها ان انا اروح جايب البارتيشن واروح مثبته فوق البلاط. هو ده اللي انا بتكلم عليه يا جماعه، التفكير. وهو ده اللي يفرق التفاصيل بتاعه الكورس بتاع بيلدينج 3 عن بيلدينج 2. بيلدينج 2 انتوا خدتوا تفاصيل بتاعه حاجات بيزك طبعا مهمه جدا، وهي دي الاساس اللي هتشتغلوا عليه وهتقابلوه في حياتكم. كانت التفصيله كده زي ما انتوا اخدتوها زي ما بتيجي خلاص، هي هي. ايه الفرق بينها وبين بيلدينج 3؟ بيلدينج 3 ماشي مواد متطوره اكتر، وفي نفس الوقت حته التفكير انك تعرف الكونكشنز بتتجمع مع بعض ازاي. ومن هنا جت فكره البلو اب اللي انتوا عملتوه عشان تعرفوا ان التفاصيل دي ازاي بتتجمع في صوره فراغ صغير. هو ده الفرق. فانا هنا مش عايز بس اختبر معلوماتك في التفاصيل واللايرز بتاعه الطبقات بتاعه التشطيبات اللي بتعملها، لا عايز اعرف لما اطلب منك تجميعه لبعض العناصر دي مع بعض هتتعامل معاها ازاي بصوره سليمه. بس هو ده الهدف. فعشان كده يا جماعة بنصحكم ان قبل ما حد منكم بعد ما يقرأ التفصيلة كويس انجليزي وعربي ويفهم ايه اللي مطلوب فيها، يعمل سكتش سريع، سكتش يعرف بس العلاقات هتبقى راكبة ازاي ما بين العناصر دي وبعضها. وانس خلص السكتش بتاعه وفهمه، يبتدي ساعتها يمسك المسطرة والمثلث ويبتدي يرسم التفصيلة طبقا لمقياس الرسم المطلوب. خلاص اتفقنا على النقطة دي؟ طيب كل تفصيلة توزيع الدرجات بتاعتها عامل ازاي؟ يعني برضو دي مهمة تبقوا عارفينه. احنا عندنا كل تفصيلة عليها كام درجة؟ اتفقنا 10 درجات. العشر درجات دول مقسومين ازاي؟ 5 درجات على الرسم وعلى دقة الرسم بتاعك طبعا including line weight، ده عليه 5. 4 درجات على التوصيف. توصيف يعني ايه؟ الديسكريبشن اللي هي الكتابه، ها، انك تبتدي توصف كل الماتيريالز اللي موجوده في الرسم. سؤال، لان في ناس منكم بتعتبر التوصيف ده يعني ايه تجميل للتفصيله، هل المقاول يقدر يفهم التفصيله رسم بس؟ يعني لو انت قدمت تفصيله مرسومه 100 100، هل المقاول مطلوب منه انه يفهم كل الماتيريالز المستعمله دي بمواصفاتها من خلال الرسم بس؟ ما ينفعش. لازم يبقى عنده توصيف واضح لكل المواد اللي موجودة في التفصيلة بالكامل. فبالتالي التوصيف يا جماعة الديسكريبشن مهم جدا، ومهم ان الديسكريبشن خطك فيه يبقى واضح ومقري. في ناس منكم يا جماعة خطها نبش فراخ، نبش فراخ بقى علشان هو مستعجل ونوع كده من عدم الاتقان وعايز يقلب، او ان خطه وحش اصلا سيان النتيجة واحدة، ان انا مش هعرف اقرا التفصيله بتاعته تمام. وطالما ما عرفتش اقراها يبقى مش هديله درجه بتاع الديسكريبشن. انتوا معايا يا جماعه ولا لا؟ فالتوصيف هنا مهم جدا انكم تعرفوا ازاي تكتبوا بخط سليم وواضح ومقروء. دي نقطه مهمه جدا يا جماعه. انتوا سامعيني ولا لا؟ انا سامع سكوت تام، حد بس يقول لي احنا سامعين حضرتك. طيب فبالتالي الديسكريبشن التوصيف لكل ما هو ظاهر كرسم، يعني اي حاجه ظاهره عندك في الرسم لازم تكتب لها توصيف واضح يا جماعه. خلاص زي ما اتمرنتوا وزي ما اتدربتوا من خلال التفاصيل اللي انتوا عملتوها.
فبالتالي عندنا 5 درجات على رسم ودقة الرسم واللاين ويت، عندنا 4 درجات على التوصيف، يتبقى كام؟ يتبقى درجة واحدة للتفصيلة. الدرجة الواحدة دي بقى على الحاجة اللي انتوا بتحبوها قوي ومستعدين تضحوا بالتفصيلة كلها بسبيلها، اللي هي ايه بقى؟ الهاتش. ناس منكم بقى تعز الهاتش ده يا جماعة زي عينيها، يقعد ماسك بقى البلاطة بقى لو كانت أرضية بلاطة خرسانة مسلحة، ويقعد بقى ايه يهشر فيها بقى كده جنب بعض كده آخر مزاج، ويضيع وقته في موضوع الهاتش ده. يا جماعة الهاتش ده برزنتيشن، ما بنقولش انه مش مهم، لا طبعا بيحلي التفصيلة وبيخلي شكلها لطيف وكل حاجة، لكن الحقيقة انا مش بختبرك في التفصيلة على مستواك في الهاتش عامل ازاي، لان دي في النهاية لما بتشتغلها ديجيتال بعد كده في المكاتب انت عندك لايرز جاهزة وبتنزلها، يعني ما فيهاش عبقرية، يعني اي حد ممكن يعملها، فبالتالي دي عليها درجة واحدة. فالناس منكم اللي غاوية انها تسيب التفصيلة تطلع تفصيلة غلط وتبقى رسمها اي كلام وعاملة توصيف اي كلام، وتيجي بقى في الهاتش بقى ويقعد بقى يعيش حياته، في الاخر اول عن اخر هتاخد درجة من 10. يبقى بالتالي حضرتك تعمل ايه عشان تبقى ذكي في عملية تجميع الدرجات؟ انت تركز في التفصيلة، انك تعمل السكتش اللي اتفقنا عليه بحيث تدرس العلاقات والمكونات بتاع التفصيلة كسكتش، بعد كده ترسمها بالمسطرة والمثلث بمقياس الرسم المطلوب، وخد بالك دي مهمة جدا، لانك لو عملت بمقياس رسم مخالف هتنقص. بمقياس الرسم المطلوب تركز على الرسم، دقة الرسم واللاين ويت، وتركز على الديسكريبشن بتاعك يبقى بخط واضح ومقروء وانه يبقى ديسكريبشن سليم. حضرتك كده ضمنت 9 درجات من 10. الدرجة بقى اللي فاضلة دي لو سمحت حضرتك اعمل لها هولد. يعني ايه اعمل لها هولد؟ يعني علقها. يعني لما تشتغل في التفصيلة الأولانية خلصتها رسم وتوصيف كويس، ما تخشش في الهاتش بتاعها، ادخل في التفصيلة الثانية واعمل فيها نفس الخطوات اللي قلنا عليها، سكتش سريع تفهم ايه المكونات، ايه التركيبة، ايه ترسمها، تحط الديسكريبشن بتاعك 100 100. خلصت القصة دي وفضل لك وقت في الامتحان، اتفضل بقى حضرتك اقعد بقى ايه سلي نفسك في الدرجتين اللي فاضلين من 20 اللي هما كوال هاتش. فهمتوا يا جماعه؟ فرجاء الناس اللي بتضيع وقت في موضوع الهاتش لو سمحتوا ما يضيعوش وقت فيه، يسيبوه اخر حاجه للامتحان خالص. يعني حضرتك خلص السؤال بتاع دكتور احمد وخلص السؤال بتاعي اللي هما السؤالين بتوع التفاصيل، خلص كل حاجه وراجع، خلصت ورجعت وفضل لك وقت، اقعد اعمل الهاتش لم بيه الدرجتين اللي من 20 ل 10 طلاب. تمام؟ غير كده يبقى تضييع وقت حضرتك بتعمله عشان خاطر تلم درجه في الاخر، ممكن تضيع لك قصادها كذا درجه في التفصيله اللي بعديها او في اي سؤال تاني كان اولى بيه انك تخصص له الوقت بتاعك. فهمتوا كده السيكونس يا جماعه اللي بتتعاملوا بيه مع كل تفصيل عامل ازاي؟ حد دلوقتي حد في عنده حاجه مش واضحه بالنسبه للترتيب اللي هيتعامل فيه مع كل تفصيله؟ لا تمام يا دكتور. هو انت عبد الرحمن المتحدث الرسمي بس، الباقيين كلهم ما بيتكلموش ليه؟ لا مع حضرتك موجودين. مع حضرتك يا دكتور. طيب يعني الكلام واضح كده لحد دلوقتي؟ تمام دكتور. ممكن اسال سؤال؟ لو هتسالي سؤال في اللي انا قلته، في اللي انا قلته اساليه، لو سؤال تاني استنيني بس لما اخلص، لان انا بس ايه انا بقرا كده ترتيب افكار عايز اقوله الاول واخلصه وبعدين بعد كده ارد على اي اسئله. هو ليه علاقه بجزء الديتيلز اللي في الامتحان؟ ايوه له علاقه بجزء الديتيلز، له علاقه باللي انا قلته لحد دلوقتي. انا لسه مش عارفه. طب ممكن تكتبي سؤال، ممكن تكتبي أوكي. سؤالك يا نرمين وتستني لما اخلص، لان ممكن تمام. اجاوب عليه دلوقتي. اكتبي أوكي سؤال يا دكتور. طيب هفترض بقى افتراض ممكن بعضكم يواجهوا بعضكم، وبعضكم اقصد بيه الناس اللي ممكن تبقى بطيئه بقى في الامتحان. انتوا عارفين البرفورمانس بتاعكم ادائكم في الامتحان مش واحد، في ناس منكم سريعه، في ناس متوسطه الاداء، في ناس بطيئه. طيب هفترض ان في طالب بطيء ووقت الامتحان ابتدى يهرب منه، خلص التفصيله الاولى، يعني خلص السؤال مثلا بتاع الدكتور احمد على اساس انه السؤال الاول، وجي عندي خلص التفصيله الاولى
والتفصيلة الثانية فاضل ربع ساعة أو تلت ساعة ووقت الامتحان يخلص، وهو ده الوقت اللي فاضله للتفصيلة الثانية. هل هيقدر خلال الربع ساعة دي إنه يرسم لي التفصيلة دي كاملة زي ما أنا عايز بالطريقة اللي أنا قلت لكم عليها دي؟ مش هيقدر. لا مش هيقدر. طيب إيه الحل اللي قدامه بقى في الحالة دي؟ قول بقى محمود، طالما أنت قلت رديت وقلت لا. هو أنا شخصيا يعني هتصرف في حالة كده اللي أنا أرسمها فري هاند. أيوه هترسم التفصيلة فري هاند. كويس، هو زميلكو بيفكر بصورة سليمة. هو دلوقتي بس خدوا بالكو ده مشروط إنه اتزنق في الوقت، مشروط إنه مزنوق في الوقت، ووقت الامتحان هيخلص وفاضله تفصيلة، والتفصيلة دي مش هيقدر يرسمها طبقا اللي احنا اتفقنا عليه بالمسطرة والمثلث وتوسكيل وكلام من. هيرسم سكتش واضح، سكتش واضح. طبعا سكتش هنا ممكن يبقى نوت سكيل، يعني ممكن ما يبقاش بمقياس رسم. لو قدر يشد خطوط خفيفه بحيث انه يخليه بمقياس رسم لكن مرسوم سكتش فري هاند، يعني يظبط اللاينز الاساسيه تبقى تو سكيل ويرسم فري هاند كان به. ما عرفش يرسم سكتش نظيف بالديسكريبشن بتاعه واضح، يعني كون انه سكتش ده لا يمنع انه لازم السكتش يبقى واضح والديسكريبشن يبقى واضح عشان اعرف اشوف هو رسم ايه واديله عليه درجه. لكن هل في الحاله دي بقى هقيم له التفصيله دي من 10 درجات؟ لا اكيد لا، مش هسويه بزمايله اللي رسموا تو سكيل بالمسطره والمثلث وعمل لي لاين ويت وظبط لي الديسكريبشن بتاعه وكمان عمل لي هاتش وكلام من ده. اكيد مش هحاسبه من 10، هحاسبه من 6 درجات، من 6. لكن الستة دول افضل من انه يسيب لي تفصيله فاضيه، لان في الحاله دي هو بيجبرني ان انا اديله زيرو، وانا تحت كلمه بيجبرني دي انا بحط 100 خط. هنبقاش سعدة لما اجي اصلح والاقي ان طالب في تفصيله مش رسمها لي خالص. كون انه مش رسمها خالص هو بيجبرني اديله صفر، ما انا هديك ايه اذا كنت انت مش رسم حاجه في التفصيله. لكن لما ترسم لي سكتش انا وصلت الرساله ان انت اتزنقت في الوقت فاضطريت انك تعملها سكتش، فبالتالي هديك عليها درجه مش زي زميلك اللي رسمها اكيد، لكن في النهايه هقيم لك التفصيله بتاعتك من 6 درجات. والله عملت التفصيله السكتش واضح بالديسكريبشن كويس، هديك الست درجات بتوعك اللي هو يعتبر السقف بتاع تقييم السكتش بتاع التفصيل. تمام، فرجاء ما حدش منكم يعني يسيب جزئيه سؤال فاضيه سواء عندي او عند الدكتور احمد، لان انتوا كده او في اي امتحان يا جماعه مش هنا بس، لان انتوا كده بتجبروا المصحح ان هيديك صفر على الجزئيه دي. مش معنى الكلام ده بقى، يعني خدوا بالكم بقى من النقطه دي. ها يعني انا بقول لكم ما تسيبوش جزئيه سؤال ما تردوش عليها. امتى تسيب جزئيه سؤال ما تردش عليها؟ لو انت مش عارفها، لو انت مش عارف الرد لو سمحت ما تجاوبش باي كلام. في ناس منكم في بعض الاحيان، بتكلم منكم مش الدفعه دي بالتحديد، يعني بتكلم منكم بتكلم كطلبه، يعني في طالب بيخش الامتحان ها عارف مثلا تفاصيل مثلا ارضيه الف ايا كان نوعها، دخل الامتحان لقى ان في ارضيه ب هي المطلوبه. هو بقى عنده منطق ايه؟ انا هرسم ارضيه الف في جميع الاحوال حتى لو مش مطلوبه في الامتحان، ومتخيل ان المصحح مثلا ما عرفش بقى تفكيره بيبقى ايه، المصحح مثلا هتعدي عليه هيديله عليها جزء من الدرجه كلام من ده. لا يا جماعه، انا بالنسبه لي لو حضرتك ما جاوبتش في سؤالك على المطلوب يبقى بالنسبه لي كانك ما رسمتوش. خلينا واضحين، ما بقاش هبقى طالب منك ارضيه ب وانت تروح رسم لي ارضيه الف، يبقى انت جاوبت على حاجه غير السؤال، يبقى بالنسبه لي كانها مش موجوده. يبقى حضرتك مش بس ضيعت عليك الدرجه، انت ضيعت وقتك في الامتحان انك ترسم حاجه مش هتاخد عليها درجه خالص. فلو سمحت اللي منكم مش عارف المطلوب مش عارفه ما يرسمش حاجه تانية، لانه كده هيبقى كمان بيضيع وقته، كان ممكن يستفيد بالوقت ده في سؤال في جزئيه سؤال تاني يقدر يخلصها. لكن انك تجاوبني على حاجه تانية ومتصور انها هتعدي عليا او ان انا هديك عليها درجه مش هيحصل. لا هتعدي عليا لان انا يعني ببقى دقيق جدا في التصحيح بتاع الاسئله عشان كل واحد منكم ياخد حقه، وفي نفس الوقت مش هديلك عليها درجه، يبقى تضيع وقتك فيها ليه؟ ملاش لازمه.
يعني خلينا نرجع للكويز تاني كمثال. كمثال الكويز كان فيه أرضيتين كونكشن أرضيتين ببعض ومعهم البارتيشن اللي فوق اللي هو ما بين الاثنين. أنا طالب البارتيشن اللي هو الدراي وول جيبسون بارتيشن، كويس؟ بفرض يعني إن كنت اديت لكم نوع أرضية، نوع بارتيشن تاني غير الدراي وول مثلا، وانت رحت عامل النوع التاني وما عملتليش دراي وول، هل انت متوقع ان انا هديك عليه درجة على الجزء بتاع البارتيشن ده؟ لا، مش هديك عليه درجة، اعتبر انك ما رسمتوش، وهدي لك الدرجة على الارضيتين بس اللي انت عملتهم تحت. فلو حضرتك مش عارف مثلا تفصيلة الدراي وول بارتيشن في السؤال بتاع الكويز، مش عارفه خالص، يبقى ما ترسموش، ما تضيعش فيه وقت. فهمتوا يا جماعة النقطة دي اللي عايز اوصلها لكم ولا لا؟ تمام يا دكتور، وصلت يا دكتور. ايوه طيب، طبعا الامتحان كلوز بوك يا جماعه، اعتقد دي يعني ما انتوا عارفينها كلها، ما فيش فيها جديد. كلوز بوك اكزام، ما فيش داعي يا جماعه يعني لاي محاولات غش من اي نوع، لان الاجراءات فيها بتبقى عنيفه وانتوا عارفينها، فما فيش داعي حد منكم يحط نفسه طبعا في القصه دي. بصوا يعني عشان تسهلوا علينا كمصححين، يعني بصوا انتوا شوفوا بقى عددكم، يعني شوفوا عدد دفعه قد ايه، وشوفوا عدد الاسئله بجزئياتها قد ايه، وشوفوا البريك داون بتاع درجات كل سؤال قد ايه، وانتوا تعرفوا احنا علينا نحط كام جزئيه درجه ودرجه لحد ما نوصل للتوتال بتاع ال 40 درجه بتاعه الامتحان. فسهلوا علينا شويه يا جماعه موضوع التصحيح. تسهلوه ازاي؟ يا ريت كل وش من اللوحه اللي هتجيلكم، كل وش منها ممكن تخصصوا كل وش منها لسؤال، يعني سؤال الدكتور احمد ممكن تدوله وجه للوحه، الوجه الثاني يبقى السؤال بتاعه، ده حل ثاني. والله لو لقيتوا ان السؤالين يدخلوا على وش واحد من اللوحه ومش هتحتاجوا تقلبوها، خير وبركه، يبقى تقسموا اللوحه بتاعتكم كده تقسيم معماري، يعني اعملوا كده تصميم للوحة، يبقى كده تقسيم معماري، بحيث ادي السؤال بتاع الدكتور احمد اهو بكل جزئياته، وادي السؤال بتاع الدكتور شريف اهو بكل جزئياته، ويبقى واضح بعناوينه ان question 1 question 2 الجزئية الاولانية والله مكتوب ايه، يبقى ادي الاجابة بتاعت سؤال ايه، ادي الاجابة بتاعت سؤال بي. الحاجة اللي بتربكنا ايه؟ ان حضرتك تعمل جزئية من السؤال على وش من اللوحة، وتعمل جزئية على الوش التاني من اللوحة. مش معنى كده انه مش هنصححه، لا هنصححه، بس انتوا كده تبقوا بتطلعوا علينا يا جماعه. فرجاء يعني سهلوا لنا الامور علشان يعني تبقى القصه بالنسبه لنا بس سلسه في عمليه التصحيح. انا بقول يفضل ما بقولش يجب، يعني احنا لا هنخصم حاجه منك كدرجات وبتاع، لو انت عملت لنا جزئيه سؤال على وش والجزئيه على الوش الثاني، عارفين ان بعض الاحيان بيحصل ارتباك في الامتحان ما بتقدروش تظبطوا القصه دي، لكن بقول لو تقدروا تظبطوها من الاول رجاء يبقى خير وبركه. لو عايزين تخصصوا كل وش من اللوحه لكل سؤال كويس، يبقى في وش كده للدكتور احمد، الدكتور احمد عارف الايه وش اللوحه ده بتاعه، يبقى انا الوش الثاني بتاعه. لكن لما اقعد بقى كل لوحه اشوفها وش وظهر، بتبقى عمليه مزعجه يا جماعه في التصحيح. فده يعني رجاء، ده مش طلب، يعني اللي مش هيعمله هيتعاقب، لا مش هيتعاقب، بس هيبقى بيطلع عيننا وخلاص يعني. وصلت الحته دي يا جماعه؟ تمام يا دكتور. وصلت يا دكتور. معلش انا بس براجع النقط. طبعا في الامتحان ابتدوا بالسؤال اللي انتوا ضامنين درجاته. بمعنى ايه؟ سؤال الدكتور احمد هو السؤال الاولاني، انا سؤالي السؤال الثاني. والله اللي منكم يعني مالي ايده من سؤال الدكتور احمد يبتدي بكوشن 1، اللي منكم مالي ايده من السؤال بتاعي يبتدي بكوشن 2، مفيش مشكله، يعني ابتدي بالسؤال اللي انت ضامن درجاته اكتر، خلاص، سواء كان كوشن 1 او كوشن 2. طيب ايه اللي مطلوب منكم كمذاكره بالنسبه للجزء الخاص بيا؟ بمنتهى البساطه، حضرتك هتلم اللوح بتاعه الهوم ورك على الكلاس ورك كلها، بلس اذا كان في تفاصيل ما ترسمتش موجوده في المحاضرات، بلس الكويز. راجعوا الكويز يا جماعه، مش معنى ان جات لكم تفاصيل في الكويز انها ما تجيش
ناس منكم كده ايه بتحب تنشن، يقول لك لا يعني يبتدي يفكر يقول لك لا هي دي كده ممكن ما تجيش. لا اللي بينشن ده عاده بيلبس منكم. انا مش عارف ايه اللي حصل، الصوت مسموع؟ صوت فصل، صوت بيقطع. طيب بس هو مسموع دلوقتي، هو فصل كده لمده ثواني. بالظبط تمام. فاللي عايز اقوله ما حدش ينشن يا جماعه في قصه ايه اللي هيجي في الامتحان، لا هاتوا جمعوا كل اللوح بتاعتكم، كلاس ورك وهوم ورك، كل واحد يجمع لوحه وهو، لان هو اللي عارف اخطائه ايه اللي موجوده، يراجع التفاصيل بتاعت الهوم، كل تفاصيل الهوم ورك والكلاس ورك زائد اي تفاصيل ممكن تكون ما اترسمتش وموجوده في المحاضرات، اعتقد انها تبقى قليله جدا، يعني اعتقد لو حصل هتبقى قليله قوي، بلس تفصيله الكويز، بلس يبص بصه كده جنرال على البلو اب بتاعه. بس هي دي مذاكرتك كده باختصار بمنتهى البساطه. لو انت كنت غلطت يعني في تفصيله عندك مليانه غلطات كانت اتعملت، يا ريت ترسمها تاني، يعني مش بس تبص بعينيك على المشاكل او التصحيح، لا يا ريت ترسمها تاني كده ولو حتى فري هاند كده في سكتشات بره، علشان بس ايه تظبط المشاكل اللي كانت موجوده فيها. بس ده اللي مطلوب منكم يا جماعه كمذاكره بالنسبه للجزء الخاص بالتشطيبات يعني. دكتور، هو في بيلدينج طول طبقات الأرض بتاعت كل فلور دي هنرجعها برضو صح؟ هو نفس السؤال. أصل إحنا يعني لو هنتكلم على بيلدينج توتا مش معنى الأرضيات يعني، طب ما ندخل بقى في الكسوات وندخل في الأسقف كمان، إيه رأيك؟ تصدقي دي فكرة كويسة يا باشمهندسة دي، إيه رأيك؟ تراجعوا منهج بيلدينج 2 وبيلدينج 3؟ لا لا كفايه مش بيلدينج 3 فكرة بس. هو كفايه الفكرة بيلدينج 3. ما الفكرة دي انت اللي طرحاها. لا انا بتكلم يعني لو في ديتيل مثلا يقول لي طبقات الارض من ناحيه مثلا وود فلور والناحيه التانية مثلا دكت وكده، فانا هحفظ بقى كل الفلورز بتاعت ومن الناحية التانية ايه؟ اللي هي انت الدكت قصدك الريزد؟ الريز. الريزد فلور. لا ما بصي بقى يعني بصوا زميلتكم بقى يا جماعة بتقول ايه؟ خدوا بالكم بقى من الترمينولوجي. زميلتكم بتقول دكت. لو انا جيت في الامتحان وكتبت ريزد فلور ممكن كارن ما تبقاش فاهمه ريزد فلور دي ايه. فالترمينولوجي مهمه يا جماعه، انكم تبقوا عارفين المصطلحات بتاعه الارضيات عشان ما تجيش تسمع معاك في حته تانية. المصطلحات مهمه جدا، لازم يبقى عندكم ضبط المصطلحات. انتوا معماريين لما بيطلع من بقكم ترمينولوجي يطلع مظبوط، اتكلم على الارضيات مرفوعه يبقى ريزد فلور، بتكلم على الارضيات خشب بالتحديد لازم احدد الخشب دي ايه، خشب باركيه مسمار يبقى فريمد باركيه، خشب باركيه لازق ان ليه باركيه، خشب اتش دي اف يبقى اتش دي اف بورد يعني كده. فرجاء الترمينولوجي مهم جدا عشان تقدروا تفهموا حتى في الامتحان القصه ماشيه ازاي. انتوا معماريين يعني عيب عليكم. انا سؤالي طيب ان انا احفظ الباركيه مثلا المسمار ده طبقاته ايه والباركيه اللزق مثلا طبقاته ايه وكده، ان انا ارجع على بيندينج تو ولا مش هحتاجه؟ والله بص يا كارين، يعني مش عايز افتح عليكم السكوب. ها اذا كان في حاجات من البيلدينج 2 سمعت معاكم في بيلدينج 3 في التفاصيل هي دي اللي تذاكروها. تمام كده الاجابه دي؟ تمام يا دكتور. ها يعني لو في حاجات، خلينا نرجع للكويز، احنا كل شويه ايه بناخد الكويز كريفرنس، انتوا عارفينه الكويز، هل في حاجة كان ليها علاقة ببيلدينج 2؟ يا كارين ردي عليا. كانت طبقات الأرض البورسلين بس يعني كانت بسيطة يعني. ما هو سيبك بقى من بسيطة ولا مش بسيطة، اللي كانت موجودة كانت من بيلدينج 2 صح؟ كانت بورسلين. طيب لما تيجي تراجعيها ومعاكي البورسلين خلاص يبقى معاكي. فاهمة قصدي؟ اوكي، يعني مثلا لو هجينا طبقات ارض هتبقى اوريدي جات لنا حاجه مثلا شبهها في اللي احنا رسمناه، مش هتجيلنا حاجه جديده. لا ما اعتقدش ان في حاجه جديده يعني هتجيلكوا خاصه ببيلدنج 2. يعني انا كان تركيزي في الاسئله على اللي انتوا خدتوه في بيلدنج 3 كهوم وورك او كلاس وورك، يعني هو ده طب بالتحديد دكتور، يعني. ايوه يا عبد دكتور الرحمن. احنا دلوقتي ما خدناش هوم ورك او كلاس ورك على الكليدنج،
يعني احنا بس رسمنا كل واحد رسم النوع الكليدنج اللي جاله في البروجكت وخلاص، فهل ما هل كده احنا هنراجع كل يبقى انت يا عبد الرحمن مسؤول عن نوع الكلادنج اللي كان مطلوب منك في البلو اب، مسؤول عليه، مسؤول عنه ازاي؟ الكلادنج دي طبعا انتوا جبتوها فايل ديجيتال مش كده، جاي من شركة مظبوط، ايوه مظبوط. مطلوب منك بس انك تبقى عارف الرسمة الابستراكت، عارف يعني ايه ابستراكت؟ يعني مجردة، يعني مجرد مبسطة من طريقة تركيب الكلادنج بتاعك سواء خارجيا او داخليا، لان طبعا الامتحان انتوا عارفين مانيوال، احنا مضطرين يبقى مانيوال عشان ما عندناش معامل، انا لو في معامل كنت خليت الامتحان ديجيتال. انا فاهم وجهة نظرك، بس انا بتكلم في نقطة ان انا هل ابص برضو على الكلادنج بتاع يا عبد بقية الرحمن اسمع كلامي يا عبد الرحمن وهتلاقي فيه الاجابه والله، بس شغل ودانك، بس شغل ودانك. اللي مطلوب منكم ايه يا جماعه في موضوع الكلادنج؟ سؤال عبد الرحمن ده سؤال كويس بس هو مش عايز يدي نفسه فرصه انه ايه يسمع. اللي مطلوب منكم في موضوع الكلادنج، كل واحد منكم اخذ نوعيه مختلفه في الكلادنج لان احنا قسمناهم على حسب السكشنز مظبوط. كل اللي مطلوب منكم ان كل واحد وهو بيبص في البلو اب بتاعه عمل كلادنج من نوع معين من المطلوبين صح. الكلادنج اللي جابه ده جابه ديجيتال فايل كويس. طيب انا لو طلبته منك في الامتحان انا مش هطلبه ديجيتال، انت هترسمه مانيوال، مش معقول اطلب منك انك ترسمه لي بالدقه الشديده اللي كانت موجوده في الفايل الديجيتال اللي انت جايبه، لكن ترسم لي الفكره، الفكره بتاعت التثبيت عامله ازاي، الفكره بتاعت الميكانيكال فيكسيشن بالسمك بتاع الكلادنج عامل ازاي سواء تثبيت خارجي او داخلي. فكل واحد منكم مسؤول بس عن نوعيه الكلادنج اللي هو اخدها، مش مسؤول عن النوعيات الاخرى تمام، مسؤول بس على نوعيه الكلادنج اللي هو اخدها ويبقى يعني متدرب عليها بحيث انه يقدر يرسمها بصوره ابستراكت بصوره مبسطه كميكانيكال سيستم وككسوه سواء تركيبها خارجي او داخلي لو طلبت منه في الامتحان. بس كده جاوبتك عبد الرحمن ولا لسه برضو مش مرتاح؟ لا لا انا كده ارتحت. تمام كده. بس بصوا يا جماعه علشان يبقى عندكم برضو يعني محصله، ده بقى خارج نطاق الامتحان يعني، انا بديكم نصيحه بقى دي خارج نطاق الامتحان، عشان يبقى عندك محصله للتشطيبات روح لزمايلك اللي جابوا يعني انت خدت عبد الرحمن نوع الكلادنج بتاعك ايه؟ 7 فايبر بوردز، ايه؟ 7 فايبر بورد. سيمنت فايبر بوردز. كويس قوي. السيمنت فايبر بوردز دي انت المسؤول عنها في الامتحان خلاص. محمود عزت الكلادنج اللي عندك ايه؟ انا معاك نفس السيشن، انا نفس الحاجه. لا كارين انا كنت اتش بي ال. ايه اتش ايه اتش بي ال؟ لا ثانيه كان هارد اتش بي ال ثانيه انا اتلخبطت. كان دبليو بي سي. كان دبليو سي او صح. هو اي ثلاث حروف يا كارين وخلاص ولا ايه؟ انا كنت بتلخبط بينهم دايما بس هو كان دبليو بي سي. لا ما هو انت لو عارفه الكلمات اصلا ده اختصار لايه مش هتتلخبطي. قولي لي دبليو بي سي ده اختصار لايه؟ وود وودن بلاستيك. وودن بلاستيك تقريبا. وودن بلاستيك وفي بعض الاحيان وودن بوليمرز. هي وودن بوليمرز كومبوزيت. تمام صح. تمام. فلازم تبقوا عارفين الاختصار يا جماعه عشان ما تلخبطوش لما تيجوا تقولوا الابريفيشن بتاع اي حاجه. تمام. فخلاص كارين مسؤوله في الامتحان عن الكلادنج بتاعها، انها تبقى عارفه الميكانيكال فيكسيشن بتاعه السمك بتاع القطاعات بيركب ازاي بصوره ابستراكت. عبد الرحمن ومحمود اخذوا الفايبر سيمنت، يبقى هم مسؤولين عن القصه بتاعه الفايبر سيمنت، فانتوا ملزمين بده في الامتحان لكل واحد في نوع الكلادنج اللي اخذه في البلو اب. لكن كمعلومات عامه يا جماعه عشان يبقى عندكم يعني تبقى عندكم معلومات غنيه، خدوا من بعض الفايلات بتاعت الكلادنجز دي. يعني مش معقول انت عبد الرحمن تبقى عارف بس الفايبر سيمنت كمعلومه جديده، طب ونوعيه الكلادنج اللي واخداها كارين، الدبليو بي سي ما انت لازم تعرف، الاي سي بي لازم تعرف، البي في سي لازم تعرف، لازم تعرفه لنفسك مش لازم تعرفه للامتحان. تمام. فرجاء تبادلوا يا جماعه المعلومات بينكم من بعض بتاعه نوعيات الكلادنج اللي انتوا اشتغلتوا عليها في الامتحان ده، ليكوا انتوا مش للامتحان. الامتحان كل واحد ملزم بنوع الكلادنج اللي هو اشتغل عليه بس خلاص. طب دكتور معلش انا عندي سؤال. هو ممكن يجي يقول لنا احنا عايزين حاجه نوع معين من الفولس سيلينج عامه؟ والله اسأله هو. نعم.
اسأله هو، مش انت بتقول ممكن يجي يقول لنا؟ لا انا قصدي في الامتحان. يعني هل ممكن احنا نذاكر؟ هنبتدي بقى الأسئلة، هنبتدي الأسئلة الخبيثة بقى. قول يا محمود، قول يا محمود. يعني هل ما هيبقى مطلوب مني تفصيلة زي اللي هو السمنت بورد او اللي هو الجبسون تايلز او الكلام ده كله؟ انت بتتكلم اسقف؟ اه الفول سيلينج. ردي عليه يا كرم. هو انا كان الصوت بيقطع عندي فما سمعتش السؤال. السؤال زميلك محمود بيقول هل الامتحان هيجي فيه اسقف معلقة؟ طالما جت في البروجكت ممكن تيجي اعتقد. يعني بص، بص على البروجكت بس، مين ليه هيبقى ديتيلز اكتر، ده اللي فهمته. تمام، شكرا يا كرم. العفو يا محمود. بص على تفصيلة السقف اللي عندك في المشروع بس يا محمود، اللي انت مختارها بالمناسبة، انا مش فارضها عليك، صح؟ اه مظبوط طيب يبقى اكيد انت عارفها. مظبوط تمام. لو سألتك عليه في الامتحان تزعل؟ لا طيب يبقى متفقين. يبقى عشان كده بقول لك راجع البلو اب بتاعك. تمام يا دكتور، تمام شكرا. تمام. طيب انا خلصت يا جماعه، يعني ملاحظاتي. اللي عنده اي اسئله يعني غير اللي زمايلكم قالوها يتفضل. دكتور، هو ممكن بس درجات الاكتيفيتيز تنزل لنا قبل الامتحان، يعني نبقى عارفين بس احنا كده جبنا كام؟ درجات الاكتيفيتيز قبل الامتحان. طيب حاضر حاضر. شكرا يعني يا دكتور. طيب انا هرجع للمهندسه ايه وهنرد عليكم في النقطه دي. حاضر حاضر يا نرمين. تمام، ايه شكرا تمام، معلش لحضرتك. برضك يا دكتور، ما انا اسف يعني برضك لو في الديزاين لانها لسه ما نزلتش لينا. بيلدينج تايب، اللي هي بيلدينج تايب ديزاين ستوديو. بصوا يا جماعه، احنا في الديزاين الحقيقه يعني احنا عاملين كونسولتو. مش عايز ادخل في تفاصيل الكونسولتو ده ايه، بس الكونسولتو ده معمول لصالحكم. يعني دكتور احمد خطيب ودكتور تامر وانا الحقيقه يعني عاملين كونسولتو على الدرجات، فاصبروا علينا شويه. الصبر ده هيبقى لصالحكم، ما تدخلنيش في تفاصيل يا محمود، لكن الصبر ده لصالحكم. لا تمام، براحتك حضرتك خالص يعني. ماشي، لكن يعني احنا يعني قطعنا فيه شوط، يعني قطعنا فيه شوط جامد جدا ويكاد يكون خلص، بس الحقيقة واخد مننا مجهود جامد جدا عشان يعني عشان في الاخر يعني تبقى الدرجات طالعة يعني لصالحه بقدر الامكان. حد دلوقتي اسئلة يا شباب؟ انا مش عايز اخد من وقتكم اكتر من كده عشان عايز بقى يشتغل في حاجة تانية وبتاع. انا قلت كل اللي عندي، وارجو بس ان يعني اللي قلته يكون وصل. كان بلغني انكم قلقانين من السؤال بتاعي بالتحديد، مش عارف ليه، فارجو ان بعد اللي قلته لكم يعني تكون الامور بالنسبة لكم يعني اسهل واوضح. يعني طب يا دكتور معلش، بس عندي سؤال. معلش. ماشي، مين معانا؟ أنا حسين. أيوة حسين، اتفضل. هو السؤال بقى بتاع دكتور الخطيب، هيكون كونكشن برضو ولا سيكشن؟ لا، ما تفاصيل السؤال بقى حسين، هنا بقى دخلت بقى في صلب الامتحان. احنا ما بنتكلمش في صلب الامتحان يا حسين، لإما هتيجي بقى عندي في السؤال تقول لي انت جايب لنا بقى سؤال ايه، بقى سؤالك بقى جايب لنا ايه في الارضيات، وجايب لنا ايه في الكسوات، لا وجايب لا لنا ايه في خالص، كذا. ما اقصدش. انا يعني احنا عرفنا الجزء بتاع حضرتك هيكون كونكشنز وكده يعني. ف ما هو اي تفصيله معماريه بتبقى عباره عن كونكشنز يا حسين. هي كونكشنز مظبوط. دي كلمه دقيقه، هي كلمه عامه. انا بتكلم على فكره الامتحان وتوزيع درجاته عامله ازاي، والبروسيس اللي تتعاملوا فيه مع السؤال بحيث تجمعوا اكبر قدر من الدرجات. لكن انت هنا انت بتبتدي تدخل بقى في تفاصيل الامتحان نفسه، ما ينفعش نتكلم فيها. انك تقول لي هو هيجي لنا سكشن ولا هيجي لنا كذا ولا هيجي لنا كذا، ما ينفعش بقى، ما توصلش للدرجات دي. يعني كون اننا قلنا لكم ان في جزء من الامتحان هيجي نظري، ده يعني كتر خير الدنيا. خلاص يبقى انتوا عليكم مطلوب الجزء النظري تذاكروه، لانه عليه 8 درجات من ال 20 بتوع الدكتور احمد، ودي انا بقول لكم اول مره الدكتور احمد يعملها، وهو عاملها عشان تجمعوا بيها درجات. يعني منتهى الصراحه، هو عاملها لكم عشان تجمعوا بيها درجات. فالثمان درجات بتوع النظري دول كل واحد منكم لازم يضمنهم في جيبه.
وبعد كده ال 12 درجه بقى بتوع الرسمه اللي هتيجي كل واحد منكم بقى وشطارته يشوف هيجمع منها ايه بناء على مطلوب. تمام. تمام شكرا لك. هو في حد بيحاول يتكلم ولا دي دوشه جايه في الباك جراوند كده؟ طيب لا لا دوشة يا دكتور. طيب في اسئله تانية يا شباب؟ دكتور هو النظري هيجي لنا كومبليت وتشوز وكده ولا هيجي لنا شكله عامل ازاي؟ النظري بتاع الدكتور احمد اه ابتديتي تخشي تاني في تفاصيل الامتحان يا كريم. لا ما مش هجاوب تفاصيل تمام. الامتحان هيجي في صورة ايه مش هجاوب. يعني انا اديت لكم يا جماعة الشكل العام بتاع الامتحان عامل ازاي بتوزيع درجاته بكلام من ده، فانتوا دلوقتي لما هتخشوا الامتحان وتبصوا على الورقة انتوا مش هتفاجئوا بأي حاجة، انتوا هتلاقوا الكلام اللي انا قلته لكم ده هو اللي موجود قدامكم، فبالتالي هتوفروا الربع ساعة اللي بتضيع في الاول دي عشان تستوعبوا الموضوع. انا هو ده اللي يعنيني، لكن ان انا اخش بقى في صلب الامتحان زي ما حسين عايز او زي ما انت بتسالي لا، ابتدينا نخش هنا بقى في صلب الامتحان ما ينفعش نتكلم فيه. خلاص. فانتوا عندكم بالتالي اللي هتراجعوه المحاضرات بتاع الدكتور احمد، طالما في جزء نظري يبقى لازم تراجعوا المحاضرات اللي موجوده فيها سواء نظري او رسومات، يعني تذاكروا المحاضرات بتاع الدكتور احمد. الجزء اللي عندي انا قلت لكم تعملوا ايه، لموا كل اللوح بتاعتكم هوم وورك كلاس وورك، وتبصوا في المحاضرات اذا كان في تفاصيل موجوده ما كانتش عاده التفاصيل اللي هتبقى موجوده في المحاضره ما كانتش اترسمت ممكن تبقى تكرار لتفصيله قريبه منها، فانا ما بحبش انكم تقعدوا تبذلوا مجهود في حاجات يعني قريبه من بعضها. فعموما رسومات الكلاس ورك والهوم ورك كل واحد يجمعها لان كل واحد اضرب غلطاته يراجعها، معاها المحاضرات معاها الكويز معاها البلو اب. البلو اب كل واحد بقى بعيدها تاني اهو، البلو اب كل واحد مسؤول عن نوع الكلادنج بتاعه ونوع السقف المعلق اللي هو اختاره لمشروع. خلاص يا شباب. تمام يا دكتور. دكتور ممكن أسأل سؤال؟ مين تاني مين معانا؟ أنا مورين. اتفضلي يا مورين. هو احنا في البروجكت الأولاني كان في اللي هو بتاع دكتور أحمد كنا استخدمنا مثلا structure system ما خدناهوش قوي في المحاضرة، ده برضو ممكن يأبلاي عادي لو استخدمته لو جه أيا كان بقى في الامتحان أبلاي البروجكت ده عادي، سوري يعني ال structure system ده عادي؟ تاني تاني اخدته تاني يا مورين. يعني انا عملت مثلا في البروجكت كان في structure system ما كناش واخدينه specific في المحاضرات يعني، فعادي ان انا لو بستخدمه تاني في الامتحان. مش هعرف اجاوبك على السؤال ده يا مورين، ده سؤال تفصيلي. طيب طب ثواني كده خليك معايا. طيب يعني بص يا مورين، هو يعني دكتور احمد عشان بينام بدري فانا حاولت اتصل بيه دلوقتي، لان انت بتسالي يعني سؤال سبيسيفيك بالتحديد مش هقدر انا اجاوبك عليه. ف ابعتي السؤال، ارفعي السؤال بتاعك على السيستم، والمهندسه ايه ممكن ترجع بكره مثلا للدكتور احمد وترد عليك. تمام يا دكتور ميرسي. تمام. نعم. ها حد عنده سؤال تاني؟ مفيش. طيب يبقى المتوقع يا جماعة بعد قعدة زي كده انكم ان شاء الله في الامتحان بقى تجاوبوا كويس وتفتحوا نفسنا واحنا بنصلح. يعني احنا بنبقى سعداء لما بنلاقي درجات الامتحان كويسة، دي حاجة بتسعدنا، وطبعا العكس صحيح. فأرجو انكم في الامتحان يعني تطبقوا اللي احنا اتفقنا عليه، لو طبقتوها يا جماعة انا بأكد لكم هتجيبوا درجات عالية. وعلى فكرة ما عندناش أي مشكلة اننا ندي درجة الفول مارك بالمناسبة، يعني ما عندناش أي مشكلة خالص، اللي يستاهل الفول مارك بنديها له واحنا يعني سعداء. فالبيلدنج من المواد اللي ممكن يتاخد فيها الفول مارك مفيش فيها أي مشكلة، ودول 40 درجة يفرقوا معاكم في الجريد طبعا زي ما انتم عارفين، فرق السماء من الأرض فرق كبير قوي، وكلهم خلال 3 ساعات. فرجاء يعني وزعوا وقتكم صح. دكتور أحمد ساعة ونص سؤاله، أنا سؤالي ساعة ونص، ركزوا في محتوى الأسئلة، اعرفوا ايه اللي مطلوب منها. انا سهلت لكم الامور انجليزي وعربي، اللي عنده لغة ثالثة غير الانجليزي وعربي يقول لي عليها مستعد انزلها له،
عايز الماني عايز فرنساوي يقول لي انزلها له، ما عنديش مشكله، المهم في الاخر تفهمه اللي مطلوب وتجاوبه كويس في الامتحان خلاص. وكل واحد طبعا يجيب ادواته يا جماعه كامله، مفيش داعي لقصه السلف بقى، عايز استيكه وعايز قلم وعايز برايه وعايز مش عارف ايه، يعني كل واحد بقى بادوات الرسم بتاعته كامله يجيبها معاه ويرجع تاني بقى للتسجيل. ولا النهارده طبعا انتوا الذاكره عندكم ما شاء الله ذاكره سمك، يعني احنا مجرد ما هنقفل هتنسوا اللي انا قلته، فارجعوا تاني اسمعوا التسجيل يا جماعه قبل الامتحان على طول. امتحان يوم الاثنين ان شاء الله، مش كده؟ يوم الاثنين إن شاء الله 23، الساعة 9 الصبح. 23 بالظبط. تمام، 23 يناير. فطبعا من النهارده ل 23 انتوا هتكونوا عملتوا ديليت للي احنا اتكلمناه النهارده، فارجعوا للتسجيل تاني. انصحكم ترجعوا تسمعوه تاني مثلا يوم السبت او يوم الاحد. تمام تمام يا دكتور، تمام. طيب يلا جود لك كده، ان شاء الله كده تعملوا لنا امتحان كويس وتفتحوا نفسنا ان شاء الله باذن الله. نشوفكم على خير يا شباب.